لقائنا بنقابة المهندسين هو لقاء دوري من ضمن اللقاءات المستمرة ما بين أمانة عمان ونقابة المهندسين. اليوم تضمن اللقاء توقيع اتفاقيتين، الأولى فيما يتعلق برخص المهن والاتفاقية الأخرى الربط الإلكتروني، والعلاقة نؤمن تماما أن العلاقة ما بيننا وبين نقابة المهندسين هي علاقة تكاملية. كما تم بحث العديد من المواضيع التي تخص نقابة المهندسين والمهندسين أو المشاريع التي تشرف عليها نقابة المهندسين والتعاون ما بين أمانة عمان والنقابة. تشرفنا اليوم طبعا باستقبال معالي أمين عمان الكبرى والوفد المرافق له مدراء الدوائر، وكان اليوم عندنا توقيع اتفاقية اللي هو الربط الإلكتروني بالإضافة لتوقيع اتفاقية حول رخص المهن، وناقشنا موضوع الاتفاقية الثالثة بلمساتها الأخيرة اللي هي تبرع أمانة عمان الكبرى بقطعة أرض في منطقة عبدون لإقامة حديقة المهندس العربي. أيضا تناولنا موضوع تدريب المهندسين في مشاريع أمانة عمان الكبرى، وهي مشاريع نوعية وكبيرة متقدمة، ووعد الأمين بتوقيع اتفاقية في المرحلة القادمة في هذا المجال، وتحدثنا أيضا عن تعزيز الشراكة والتعاون والتكاملية مع أمانة عمان الكبرى.